اللي حصل في فرنسا؟ الجملة دي لفت السوشيال ميديا. هتقولي ليه؟ ما كل فترة بيحصل حاجات زي كده، اشتباكات، حرائق، تفجيرات وغيره يعني في معظم الدول. تعالي أقولك ليه؟ لأن ببساطة الفترة الأخيرة وقبل ما الأحداث دي بتحصل بنلاقي نفسنا شفنا المشهد ده قبل كده، بس بنشوفه في فيلم. هل ده يخلينا ما نستغربش إزاي والمرة دي؟ تعال أقول لك. فيلم The Simpsons، الفيلم ده من إنتاج فرنسي. أنت متخيل؟ بقالنا فترة كبيرة كل شوية يتعرض فيلم بعدها يحصل نفس الحدث لكن باختلاف حاجات بسيطة. عندك مثلاً الفيلم اللي اتكلم عن الفيروس الفتاك، وبعدها ظهر فيروس كورونا واللي أدى لوفاة معظم الناس، تغير الفيلم اللي كان فيه أحداث ضرب أبراج التجارة العالمية في أمريكا، بعدها ب10 سنين حصل نفس المشهد، بس للأسف مش بس في الفيلم، ده كان واقع حقيقي. المشكلة هنا إن الأفلام ما بتكونش عرضت الفكرة بس، ده بيكون نفس المشاهد في الحقيقة. يعني لو حطيت لقطات الأفلام هتلاقي نفس المشاهد هي هي في الحقيقة حرفياً، من غير ما تشيل أو حتى تزود حاجة. بمعنى أصح، لو إحنا بنفكر إن اللي عمل الحادث خد الفكرة من الفيلم، ممكن يكون خدها من الفيلم نفسه. طبعاً سؤالنا، هو ده كان تنبؤ ولا كان تمهيد؟ الفكرة إن الأحداث بنشوفها في الأفلام كأنهم بيهيئونا الموقف عشان عقولنا تتقبله بعد كده، بس ده بيخلينا نقول إن الأفلام والمسلسلات أفكار دجالية بتتوقع اللي بيحصل وبيحصل فعلا. بصراحة أنا خفت. شايف بقى اللي بيحصل دلوقتي في فرنسا؟ هو اللي بيحصل في فيلم أثينا. الفيلم من إنتاج فرنسي، اتعمل سنة 2022. قصة الفيلم بتحكي إن 4 أخوات جزائريين الجنسية، الشرطة بتقتل أخوهم الصغير، وده برضو نفس اللي بيحصل في فرنسا دلوقتي، هي أحداث الفيلم. الشرطة الفرنسية قتلت مراهق وهو اسمه نائل جزائري الجنسية، فبدأت من هنا حالة من الفوضى والهجوم وتكسير المحلات واقتحام أقسام الشرطة. مش بس كده، ده كمان في ضرب بأسلحة نارية ودمروا وحرقوا مئات من المباني. المعلومات بتقول إن الحكاية ابتدت من إن نائل كان في جولة مع أصحابه بالعربية، والشرطة تتبعته ووقفت العربية علشان تفتشها، ورفض ينزل فضربوه بالنار ومات في وقتها. وبعدها الشرطة قالت إن الشاب نائل حاول إن هو يدهس أفراد الشرطة لكنه فشل، عشان كده ضربوا عليه النار. ومن هنا تحول الموضوع لحرب شوارع في فرنسا، واتقلبت البلد لاشتباكات وعنف في باريس، وامتدت لمدن كبيرة زي ليل وتولز. اللي حصل بقى في فرنسا لحد دلوقتي محدش يتخيله. المتظاهرين هجموا 77 مركز شرطة وحرقوا وفجروا 3880 مباني حكومية فرنسية. ومش بس كده، كمان حرقوا معظم المكتبات العامة و28 مدرسة، وسرقوا محلات وصيدليات باستخدام مولوتوف وأسلحة زي الكلاشينكوف. وكمان ما سكتوش على كده، دول كمان حرقوا علم فرنسا. وللأسف المطافي ما قدرتش إن هي تسيطر على كل الحرائق دي بسبب إن هي كتير جدا ومنتشرة في أماكن مختلفة. الخوف هنا مش بس من اللي بيحصل، ده احنا خايفين من اللي هيحصل لسه. الفكرة ان الفيلم فيه جزء لسه ما حصلش في الواقع. تعال معايا كده، لو انت شفت الفيلم هتعرف بتكلم عن ايه. الكل بيسأل دلوقتي عن سباستيان، هيظهر امتى؟ طب هيظهر ولا هيخلص الفيلم على كده؟ طب مين هو سباستيان؟ ده بقى الشخص المفروض انه في الفيلم طالع زي المجنون، وكانوا بيحاولوا يخلوه يبعد عن كل الاحداث اللي بتحصل طول الفيلم. لكن المفاجاه بقى ان هو مش مجنون ولا حاجه، ده طلع واحد جهادي من اللي بيفجروا نفسهم. سباستيان هو خبير متفجرات واسلحه، وطول الفيلم بيفجر كل البلاد، وهو ده بقى الرعب الحقيقي اللي كل الناس منتظراه وخايفين. يا ترى هيحصل ولا لا؟